السلام عليكم. معلش اتأخرت شوية عليكم في موضوع التوتوريالات، كنا متفقين كل أسبوع، بس الظروف بقى علشان الشغل والدراسة وسامحوني. طيب النهاردة هنخش على حركة الباك دايف. حركة الباك دايف حركة مهمة جدا، ويعني أنا شفت فيديوهات كتير لناس في مصر. الحركة ما فيهاش تكنيك، أي نعم بيعملها وبيعد منها، لكن مش التكنيك الصح، او يعني حاجه محزنه يعني. بس فان شاء الله هوريكم التكنيك الصح واللي يخليك تعد منها واللي يخليك تطلع منها حركه بعديها. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبدا. طيب اولا الملحوظه اللي لازم تعرفوها عن الباك دايف، ان الباك دايف بتبقى لورا مش لفوق. الباك سمرسولت او الباك فليب لفوق، لكن الباك دايف لورا. ازاي؟ نشوف الحركه كامله الاول وبعد كده نبدا ايه نشرح. طيب باك دايف، حد فاهم حاجه؟ انا كنت واقف هناك وبعدين بقيت في اخر الصاله. ليه؟ علشان الباك دايف لورا، تمام، فباخد فيها مساحه كبيره قوي. طيب نشوف الباكس، يعتبر في مكاني، تمام. طيب نيجي بقى نشرح الباك دايف. بصوا يا جماعه، هنقسم الاول الباك دايف عدات، وبعد كده هنقول التمارين او الحركات اللي لازم تبقى معاك علشان تعمل باك دايف بيرفكت مظبوطه. طيب خش. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه، علشان انا مش بيجنر، فانا ابدا برجلي كده، لكن ولا مفتوحه ولا مضمومه، انا اشتغل كده عادي اللي هو العادي، تمام. رجلي يعتبر وسع كتفي 11. طيب هشتغل ازاي؟ اول حاجه، واحد، ايدي هنا قدام وبقعد على كرسي، بقعد على كرسي. شايفين ظهري عامل ازاي؟ مفرود صح؟ طيب انا ما بقولش اقعد كده، انا بقول ايدي قدام وبنزل قاعد كده، تمام. تاني حاجه، ايدي بترجع لورا وظهري لسه مفرود، ما بوطيش، ظهري لسه مفرود ومشدود، تمام؟ وبقعد على كرسي. الكرسي ده وهمي، لما الكرسي ده بيتشال اوصل لاخر الزاويه 90، الايدين اللي ورا دي بتشوت لفوق وببدا ارمي الباك دايف. طيب احنا كده خدنا اول ثلاث خطوات، 1 2 3 وبرمي، تمام؟ طيب نتكلم على الحركات اللي لازم تبقى معاك علشان تجيب الباك دايف. انت لازم يبقى معاك بالانس او هاند ستاند، بقف على ايدي، تمام، يبقى في كنترول، ماسك نفسي، بطلع وبنزل وهكذا. مش لازم تبقى بروفيشنال، لكن على الاقل يبقى في كنترول، تمام. طيب هاند ستاند، ايه تاني؟ دراعك لازم يبقى قوي، لان انت هترمي جسمك ودراعك هيستلم. تاني حركه لازم تبقى معاك الاوبرا او البريدج، لازم يبقى عندك سموث، يبقى ظهرك في مرونة أو ليونة، تمام؟ هعرف أروح وأجي، أروح وأجي، تمام؟ أروح ناحية تانية وهكذا. طيب الحركتين دول لو معاك إن شاء الله هتعمل باك دايف ممتازة. طيب إحنا خدنا أول خطوتين أو أول ثلاث خطوات، نخش بعد كده على الرمية وما بعدها. طيب واحد، اتنين، تلاتة، برمي. الرمية بتيجي ازاي؟ لما باجي بشوط برجلي دي ما بشوطش هنا، عشان انا قلت لورا، فيبقى بشوط ازاي؟ برمي، وانا برمي بص برمي فين؟ لورا، لورا، فهمت؟ طيب بعد ما بشوط لورا ايه اللي بعمله؟ دراعاتي بيعدوا ورا ودني ولازم يبقوا مشدودين، لان انا هستلم الارض بجسمي التقيل ده على دراعاتي، مفهوم؟ طيب فلازم يبقى دراعك قوي ومشدود ومعدي ودني، محدش يعمل دراع كده، ليه؟ لان دراعك اول حاجه هتستقبل الارض، فلو انت عايز اول حاجه تستقبل الارض لازم هتخليها اول حاجه ورا، صح؟ ودراعي مشدود زي ما قلت. طيب تاني خطوه بعد الجامب، انا خلاص رميت وقول ان احنا خلاص لفينا، وقفت على بالانس، تمام؟
بشوط ازاي؟ علشان في ناس بتفتح رجليها وبتتني تمام وبينزلوا كده. لا غلط، انا ما ينفعش انزل ايدي جنب رجلي، انا لازم انزل ايدي بعيدة عن رجلي او رجلي بعيدة عن ايدي. بعمل الحركة دي ازاي؟ علشان قلت لك يبقى في مرونة. طيب هنعمل كده، انا خلاص طالع من الباك دايف، وسطي بيتني وبرمي لبعيد، اجين برمي لبعيد. طيب سيبنا من تانية الرجل لان دي مش هتخلي شكلك جميل، فاحنا خلينا نشتغل بالوسط، يبقى ما نشوطش بركبتها، احنا بنشوط بوسطنا. اتفرج وركبي مشدوده اهو، برمي، فاهمي؟ علشان انا وسطي بيبقى كده، باخد دفعه لتحت وبعد كده برمي واحده كمان. فالباك دايف الصح بتديك استعداد لواحده صح كده، تمام؟ في الناس بتوع الجمباز او الناس بتوع الفري راننج او الناس بتوع التريكنج، لما بيخش الباك دايف بيبقى عايز يطلع من بعديها حاجه فول تويست، دبل باك، باك عاديه. فالفكره بتبقى ان انت لو عملت الباك دايف صح بتعرف تطلع صح. طيب ناخدها كلها مره اخيره، وان تو، ظهري مشدود، بقع 3، بام بام. اوكي طيب بعد ما بخلص الحركه، لما ببقى لسه مبتدئ بخلص الحركه تمام، بص ظهري مشدود، ظهري مشدود لكن انا موطي، في فرق، لكن انا كده مقدم كده، ظهري مشدود وموطي لسه برضو مشدود. فانا ممكن انزل كده في الاول عادي ما فيهاش مشكله، بس اتعود ان انا اخلص وافرد ظهري تمام. لو انا اخش واحده كمان بخلص الحركه ركبي مشدوده وبتني وبخش تمام. ده لو هتخش حركه بعديها، بتخلص الحركه لو هتخلصها بتخلصها كده تمام، زي بتوع الجيمناستكس جمباز شغلك كله مشدود تمام. طيب نشوف الباك دايف بعديها جامب بسيط اللي هيخليني اكمل منها باكس، بتتعمل ازاي؟ اتفرج على الحركه كلها، بام بام بام، شفت؟ واحد اثنين ثلاثة، عد ايد رجل، سوري رجل ايد رجل، تاني رجل ايد رجل، بام، طلعها الجمباز تمام؟ طيب أي أسئلة عندكم في حركة الباك دايف أو أي حركة أنتوا بريكومند أو بتقترحوا إن أنا أعمل لها فيديو، يا ريت تكتبوا في الكومنتات وأنا إن شاء الله أعملها لكم. تاني مرة بتأسف على التأخير لكن أنا عندي ظروف صعبة جدا. بشكركم كلكم.